السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ هذه المحاضرة، محاضرتنا الأولى في مساق التبريد التجاري والصناعي. وهذا المساق بنقسم إلى نوعين، اللي ينقسم إلى قسمين: التبريد التجاري وهو المقصود فيه مخازن التبريد ومخازن التجميد. التبريد يستخدم إلى إيش؟ الفواكه والخضروات، والتجميد إلى التجميد اللحوم والأسماك ولحوم الطيور أيضا. أما التبريد الصناعي فهو حيكون عبارة عن إيش؟ صناعة الآيس كريم وصناعة الثلج. واللي حيدرسكم المساق هذا اللي هو أنا، اسمي محمد حسين نجار، حاصل على دكتوراه في الهندسة الميكانيكية. وأول محاضرة هي المحاضرة الأولى، هتكون في حفظ المواد الغذائية. بسم الله نبدأ هذا المساق. نيجي لحفظ المواد الغذائية بالطرق التقليدية. يعني زمان قبل ما يكون في كهرب كان الإنسان يحفظ المواد الغذائية بطرق تقليدية، ومن أهم هذه الطرق أول حاجة الطريقة التجفيف الطبيعي. كيف يعني التجفيف الطبيعي؟ يعني كنا زمان، حتى أنا حضرت الحقبة هذه، كيف يحفظ الخضروات زي الطماطم مثلا؟ يعرضوها للشمس حتى تنشف، فتنشف، وبعدين بيرجعوا بيستخلصوا منها المية عشان ما تخربش، وبعدين بيرجعوا إيش استخدامها، بحطوا عليها قليل من ماء لإعادة طراوتها. إذا هنا التجفيف تستخدم هذه الطريقة عادة لحفظ بعض الخضروات مثل الطماطم والباذنجان، حيث يتم تعريضها لأشعة الشمس للتخلص من الماء، ثم تحفظ بعد جفافها في أماكن باردة وجافة لحين استخدامها، وعند الحاجة إليها تنقع قبل طبخها قليلا بالماء. يعني بنقعوها بالمية عشان يطروها لإعادة طراوتها، وبعدين بيرجعوا بيستخدموها أو بطبخوها. الطريقة التانية التمليح. التمليح هذه كانوا يملحوا فيها الجبنة، فكان إيش في الجبجب زمان يكون مالح، بعرفش إذا حد فاكره، فالجبجب أو الجبنة فبضعوا فيها الملح عشان تستمر فترة أطول. كما يحفظ اللحم بنفس الطريقة. كيف كان يحفظ اللحم؟ يغلى الماء البارد ويبرد ويملح ويسكب، يضع فوق الملح اللحم ثم تترك. يعني بيجيبوا المية وبغلوها وبردوها وبحطوا عليها ملح، بعدين بسكبوها أو بدروها فوق اللحم وبتركوها. وتمتاز هذه اللحوم براحتها الحادة وطعمها اللذيذ جدا، وعند طبخها يكتفى بها من ملح. يعني بنحطش عليها ملح كمان مرة لأنه هي أصلا مالحة. نيجي على الطريقة الثالثة التخليل. التخليل لحتى الآن بيستخدموه، اللي هي مخلل، يعني زي ما بنقولوه بجيب خيار، قرنبيط، فلفل أو مكبوس هذا بسموه، وبحطوه في إيش؟ في مية وملح، وعشان يخللوه. أيوة، إيش بيستخدم؟ تستخدم هذه الطريقة لحفظ الكثير من الخضروات مثل الخيار والقرنبيط والفلفل الأخضر الكبير والصغير والطماطم الخضراء والزيتون بأنواعه. إحنا الزيتون هذا لما نكبسه بسموه تخليل. تخلل معظم هذه الخضروات بالماء والملح، نحطها في مية وملح، ويضاف إليها الثوم للنكهة مثل مخللات الخيار والفلفل الناعم. طيب الحين نيجي على الطرق الحديثة لحفظ الأغذية. هم اكتشفوا أن الطرق التقليدية بنتج عنها مشاكل. إيش هي المشاكل؟ كالتغير في المظهر والطعم والرائحة، وبالتالي نقص في الجودة والقيمة الغذائية لها. لذلك لابد من التفكير في طرق أخرى لحفظ المواد الغذائية في حالة جيدة ولفترة طويلة نسبيا. من هذه الطرق التجفيف، التجفيف بس الطرق إيش حديثة،
طرق التجفيف. بعدين عندنا التعليب، وانتم شايفين المعلبات دابة الدنيا وبتستمر لفترة طويلة، والتبريد والتجميد اللي هو هذا ايش موضوعنا. اول اشي التجفيف، ايش بيستفيدوا من التجفيف في حفظ المواد الغذائية؟ اللي هو وقف تلف المواد الغذائية. كيف بيتم وقف تلفها؟ يعني انها ما تتلفش، اي يعني ما يتم بحرمان الانزيمات والاحياء الدقيقة من التكاثر، يعني بمنع الانزيمات والاحياء الدقيقة داخل هذه المادة الغذائية من التكاثر. كيف؟ عن طريق التخلص من الماء الموجود داخل المادة الغذائية. اذا انا بشفط منها المية في هذه الحالة ايش؟ لان هي الانزيمات والاحياء الدقيقة تتكثر في وجود وسط رطب اللي في المية. فلما انا اتخلص من الماء الموجود داخل المادة الغذائية، هذا يساعد في حفظ المادة الغذائية لفترة طويلة، وهو ما يعرف بالتجفيف. الحين تطورت هذه الصناعة وصارت ايش؟ دمجوا التجميد مع التجفيف، وهي طريقة ناجحة ليش؟ لفصل المادة السائلة الماء عندما تكون في حالة التجميد، ويتم بواسطة عملية التسامي وتحت الضغط الفراغي، ويتم التجميد بطريقة سريعة بحيث لا يكون هناك وجود لأي سائل. أو أما عملية التجفيف فتتم في غرفة مفرغة بإضافة حرارة التسامي. إيش فايدة حرارة التسامي؟ يتحول السائل المجمد من صلب إلى بخار، ويتم سحبه بواسطة مضخ التفريغ. يعني السائل اللي بيكون متجمد بحولوه مباشرة، اللي هي عملية التسامي، من ثلج إلى بخار، وبتم سحبه بواسطة مضخة تفريغ. عشان هيك بقى أتخلص أنا من السائل المجمد. تبريد والتجميد، الحين نيجي على طريقة التبريد والتجميد. تتلخص طريقة حفظ المواد الغذائية بالتبريد في معاملة الغذاء تحت درجات حرارة منخفضة لمنع نمو ونشاط الكائنات الحية وليس قتلها. إذن أنا بقصد في عملية التبريد المواد الغذائية إنه أنا بحتفظ بدرجة حرارة منخفضة. يعني لو درجة حرارة الجو 20 درجة، أنا ممكن أحتفظ لعند درجة 7، 8، 10، 5، فهذه بتأديش إلى تجميد، بتأدي إلى تبريد. وكذلك إيقاف التفاعلات الأنزيمية التي تغير من خواص الغذاء وقيمته الغذائية. يعني هذه إيش؟ تمنع نشاط النمو، بتضل الكائنات الحية والأنزيمات مقتلهاش، لكن تمنع نشاطها، بتوقف نشاطها طالما هي في حالة تبريد. وتستخدم الثلاجة المنزلية في هذه الطريقة لحفظ المواد الغذائية لمدة قصيرة وفي درجة حرارة تقارب 4 درجات. يعني احنا نستخدم هذه يوم يومين او يوم ونص، وتحت درجة حرارة 4، 5، 6 درجة حرارة ايش؟ اعطيها مش اقل من 4، لانه اقل من 4 يبدأ تجمد الماء. عند الأربع حد فاصل، يعني فوق الأربعة بكون تبريد، تحت الأربعة تبدأ عملية التجمد، لأن الماء تحت الأربعة بيبدأ عملية التجمد لحد ما يصل الصفر بكون تجمد. وكذلك يعني عند 4 درجات ولمدة قصيرة، يعني يوم يومين بالكثير. وكذلك يستخدم الفريزر المنزلي والتجاري التي تصل درجة حرارته ناقص 18 في حفظ الأغذية لعدة شهور. احنا طبعا مع قطع الكهرب يعني صعب اللي يصير الاشي، لكن في حالة انه الكهرب مستمرة ممكن الفريزر عندنا يحتفظ بدرجة حرارة ناقص 18 وتظلها لشهر، شهرين، 3، لانه فيش عندنا
فيشي، أنا بحكي على افتراض إنه فيشي قطع كهرباء. طب بعدين إيش؟ تطورت صناعة تبريد وتجميد الأغذية بشكل كبير في السنوات الأخيرة على نطاق تجاري عن طريق تجميد بعض المواد الغذائية باستخدام النيتروجين السائل. هذا النيتروجين السائل تصل درجة حرارته ناقص 186 درجة، وبهذه الطريقة يمكن تجميد بعض أنواع الأغذية بسرعة كبيرة. يعني أنت تخيل إنه مادة غذائية تعرضت لدرجة حرارة 186 بالسالب على السريع بتتجمد، ولما تتجمد على السريع بضمن احتفاظ بقوامها الأصلي دون تغير يذكر من قيمتها الغذائية. يعني لما بصير عند تجميد سريع، يعني خلال 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، تتجمد ذا، عندما أسيحها ألاقيها محتفظة بقوامها الغذائي كما هو. إن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة يجعل من صناعة حفظ المواد الغذائية بالتبريد والتجميد واحدة من الصناعات العالية التكاليف. بحكينا إنه إيش؟ باستخدام الطاقة اللي هي الكهرباء بيجعل حفظ المواد الغذائية بالتبريد والتجميد واحدة من الصناعات عالية التكاليف. بقول هذا بالطبع إذا كان الهدف من العملية هو الحفاظ على القيمة الغذائية للمنتج. يعني أنا إذا بدي أحفظ القيمة الغذائية للمنتج ممكن يكلفني الإشي هذا طاقة. أما صناعة التعليب أكثر تكلفة من صناعة التجميد، وهي في عندنا جدول واحد واحد بقارن بين التجميد وبين إيش التعليب، مين ممكن يكلف أكثر. الآن بعمل مقارنة بين تكلفة التعليب وتكلفة التجميد. الحين في الأرقام هذه واحد والأرقام اثنين، وهذه الأرقام تمثل معامل الطاقة مؤشر التكلفة. يعني عندنا في عملية التجميد الحين في تكلفة التعليب وتكلفة التجميد. الحين التجميد، في حالة التجميد يعني لازم أجمد المادة الغذائية، في حالة التعليب بتكلفنيش، لكن في حالة التجميد بتكلفني رقم واحد اللي هي معامل الطاقة واحد. يعني التجميد أول إشي العمليات التجميد إيش بلزم؟ في حالة بكلف التجميد رقم واحد أو معامل رقمه واحد أو معامل واحد أو مؤشر واحد، ولكن في التعليب بلزمنيش تجميد، فإيش بكون؟ صفر. إذا مين في حالة التجميد عملية التجميد أكثر بكلف؟ اللي هو التجميد بكلف أكثر لأنه هنا واحد وفي التعليب صفر. نيجي على التعقيم. التعقيم هنا اثنين، لأنه في حالة التعليب بكلفني التعقيم درجتين، أما في التجمد بلزمنيش تعقيم. إذا هنا تكلفة التعقيم في التعليب أكثر بمرحلتين من تكلفة التجميد. يعني هنا عندنا اثنين وهنا عندنا إيش؟ صفر. نيجي على التبريد، لأنه بلزم أنا عشان أعلب في المعلبات، الذرة، في اللحمة، بلزم إنه أبردها لدرجة معينة قبل ما أجمدها، فهنا بلزم درجتين. أما في حالة التجميد بلزمش لأنه أنا تجميد مباشرة. نيجي على التغليف. التغليف هنا بكلف في التعليب 33 درجة، لكن التغليف بكلف عملية التجميد 13.5 درجة. تخزين 6 شهور، التعليب تكلفته بسيطة نص نص، لكن في التجميد بكلفني 5 لأنه أنا هشغل كهرباء طول ال6 شهور، فعشان هيك تكلفني تقريبا 10 أضعاف التعليب. لو التعليب نص بضربه في 10 بصير التجميد 5 بكلف أكتر. نقل مسافة 500 كيلومتر، هنا التعليب بكلف 1 والتجميد بكلف درجة 1 من 10، تقريبا متساوية.
لو جمعنا المجموع التعليب فبطلع عندي 38.5، والتجميد 20.6. في الحالة هذه بكون إيش؟ التجميد أرخص من التعليب. يعني مين بكلف أكتر؟ إيش اللي بكلف أكتر؟ التعليب 38.5، وهنا 20.6، فبكون التعليب عندي أكثر من التجميد ككلفة في الطاقة. بيحكي هانو كما يتضح فإنه لا توجد طريقة واحدة لحفظ الأغذية يمكن استخدامها في كل الحالات، وإنما يمكن القول بأن حفظ الأغذية واحدة من الطرق الموجودة المذكورة. وعندنا عدة المنتج ومدة التخزين، والهدف من التخزين وسهولة توفر معدات التخزين والنقل من مكان إلى آخر. أنا عندي مش واضح، أنا أذكرك إياه، لكن أنتو في العادة الإشي سهل، ممكن أنتو تقروه بشكل سلس، وإن شاء الله إحنا حنركز لكم على المسائل الحسابية بشكل أكبر. هذا أنت بتقدر إيش تقرأه، لكن إحنا بنقرأه من باب إنه أنت نذاكر معك أو نجبرك على الدراسة معنا، لأنه أنت ممكن أنت تكسل تقرأ، فأنت لما بتسمع وتقرأ ممكن يكون أفيد إليك في هذا الموضوع. فهنا بيحكي لابد من التنويه هنا إلى أنه يمكن تقسيم المواد الغذائية المراد تخزينها إلى مجموعتين: المواد الغذائية الحية وقت الحفظ والتوزيع. إيش بقصد فيها الحية؟ للخضار والفواكه بكون قطفينها جديد فبسموها حية. الحاجة الثانية المواد الغذائية الميتة وقت الحفظ والتوزيع. الميتة زي اللحوم والأسماك أو الدواجن، هذه بعد ما بذبحوها خلص بتصير إيش؟ ميتة. فبحكي هان تتعرض المواد الغذائية الميتة في وقت الحفظ والتوزيع كاللحوم الحمراء والدواجن والأسماك للتلف الميكروبي أكثر من المواد الحية. يعني هذه المواد الميتة إذا أنا ما لحقتش أبعتها على التجميد مباشرة ممكن إيش تؤدي إلى تلفها نوعا ما، فلازم إيش أسرع في إيش في نقلها إلى التجميد، وبالتالي فإنها تحتاج لطرق معالجة وحفظ أكثر دقة وصرامة في حالة المواد الغذائية الميتة، فإن الحاجة لحفظها تكون في حماية الخلية الميتة من كل قوى التلف والتعفن والصدأ الميكروبي. أحسن حل لها إن أنا أول ما أخش أخذ المواد الميتة هذه اللي هي اللحوم والدواجن والأسماك، إنه على السريع أتعامل معها أبدأ في تخزينها مباشرة للتجميد مباشرة، ما أتركهاش فترة عشان إيش ممكن يتغير طعمها ولونها في هذه الفترة. في حين أنه في حالة المواد الغذائية الحية كالفواكه والخضروات فإن حقيقة الحياة نفسها تعمل على مقاومة الغزو الميكروبي، وبالتالي فإن حفظ هذه المواد هو بحفظها حية والعمل على التقليل من تأثير نشاط الأنزيمات للتقليل من معدل نضجها. يعني واضح الكلام، يعني أنتو لو قرأتوه ممكن إيش تستوعبوا. الآن الخزن البارد cold storage، هنا بعيد نفس الحكي اللي إيش بحكيه في كل مرة، إنه بده يحافظ على إيش المواد الغذائية من التلف باستخدام التبريد الميكانيكي هنا. وبحكي هان تستخدم درجات الحرارة المنخفضة في حفظ الأغذية القابلة للتلف، حيث تعمل درجات الحرارة المنخفضة على وقف وتقليل نشاط مسببات التلف من الأنزيمات والأحياء الدقيقة. كلام يعاد نفس الإشي. المهم هنا في الموضوع بقول وتظل هذه الطريقة من الطرق الجيدة لحفظ الأغذية القابلة للتلف، ولمدة التخزين تختلف باختلاف المنتج. طبعا هنا بحكي عن ايش طريقة ايش الخزن البارد، يعني كيف تحطها في مخزن وتحتفظ فيها بدرجات حرارة باردة.
أنا بيجي بقول لك يصنف الخزن البارد إلى 3 أنواع. النوع الأول خزن بارد قصير الأجل، والنوع الثاني خزن بارد طويل الأجل، والنوع الثالث خزن بارد مجمد. إذن هاي الـ3 أنواع اللي عندي: الخزن للتبريد اللي هي خزن بارد قصير الأجل، خزن بارد طويل الأجل، خزن بارد مجمد. الآن نحكي عن الخزن بارد قصير الأجل. إيش المقصود الخزن؟ هذه كلمة الخزن يعني قصده التخزين، مش قصده مخازن التبريد. يعني إنه أنا بخزن تخزين بارد قصير الأجل، وهنا عندي تخزين بارد طويل الأجل. إيش المقصود في التخزين البارد قصير الأجل؟ هو يبرد المنتج الغذائي في هذه الحالة ويحفظ عند درجة حرارة أعلى من درجة حرارة تجمده. إذا هو بيتجمد عند درجة 2، أنا بحفظ عند 4 أو 3 أو 5. ويقترن الخزن البارد قصير الأجل دائما بمؤسسات البيع بالتجزئة، حيث أن حركة البيع المنتج تكون سريعة نسبيا، مما يساعد المنتج المخزن على الاحتفاظ بنوعيته وقيمته الغذائية عند الاستهلاك. هان تتراوح مدة التخزين المنتج في حالة التخزين القصير الأجل بين يوم 1 ويومين، وقد تصل إلى مدة أسبوع اعتمادا على المنتج، يعني قديش المنتج بيقدر يتحمل، ولكنها لا تتعدى 15 يوما بأي حال من الأحوال. تخزين البارد القصير الأجل مستحيل تتعدى إلى 15 يوم، هي في العادة يوم 1 ويومين، وبتكون التخزين بكون درجة حرارة أعلى من درجة حرارة تجمده. يعني قلنا إذا تجمده 0 ممكن إحنا نخزنه بأعلى من ذلك، وممكن تكون 3 أو 4 درجة حرارة. أما الخزن أو التخزين البارد طويل الأجل، إيش بقول؟ يبرد المنتج الغذائي ويحفظ عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة تجمده. يعني لو درجة حرارة تجمده 0، أنا بدي أحفظه عند -2 -3 حسب المنتج. ويقترن هذا النوع من التخزين بالنشاط التجاري الذي تمارسه مؤسسات تجارة الجملة. إذن الأول كان إيش؟ البيع بالتجزئة، هذا تجارات بالجملة بكميات كبيرة، وتتراوح مدة التخزين من 7 إلى 10 أيام. وتتراوح مدة تخزين من 7 إلى 10 أيام للمواد الغذائية الحساسة زي الطماطم والبروكلي. طيب، وعندك من 6 إلى 8 شهور للمواد الغذائية التي لها القدرة على البقاء تحت ظروف التخزين المعينة، بعطيك مثل اللحوم. الخزن البارد المجمد، نيجي على الخزن البارد المجمد. إذا قلنا أول إشي خزن بارد قصير الأجل، وخزن بارد طويل الأجل، والخزن البارد المجمد. الخزن البارد المجمد هذا لازم ينحفظ عند درجة حرارة تتراوح من -12 درجة إلى -23 درجة. هذاك الخزن البارد طويل الأجل أقل من درجة تجمده، يعني إذا تجمده عند 1 أو 0 معناته بحفظه عند -3 -2، لكن هذا البارد المجمد لازم تكون درجة الحرارة -12 إلى -23. وغالبا إيش الهدف منه؟ الحفاظ على المنتج الغذائي في الحالة الطبيعية لمدة طويلة. يعني أنا بحتفظ عليه في مدة طويلة في حالته الطبيعية، يعني لما بعد ما أجي أستخدمه بحس إنه أقرب للطبيعة، عشان هيك بتكون درجة تجمد درجة الحرارة اللي بخزن فيها من -12 إلى -23، وغالبا ما تكون درجة الحرارة -18 هي الغالبة في التخزين البارد المجمد. هذا بارد مجمد،
ويمكن تجميد معظم المنتجات الغذائية الطبيعية مثل اللحوم والخضروات والفواكه، كما يمكن أيضا تجميد المنتجات الصناعية والاحتفاظ فيها لفترة طويلة مثل الخبز والمعجنات والآيس كريم. طبعا نيجي لظروف التخزين. هنا ظروف التخزين مهمة، بحكي إنه الظروف المثلى لتخزين أي منتج غذائي تعتمد بالضرورة على نوع المنتج ومدة التخزين. إذا بتعتمد على شغلتين، نوع المنتج ومدة التخزين. وعموما يمكن القول بأن هناك مرونة في ظروف التخزين قصير الأجل أكثر من ظروف مطلوبة للتخزين طويل الأجل. طويل الأجل لازم أنا أكون إيش عندي الظروف محكوم إلها بشكل أكبر، درجة حرارة قديش وده عشان بدي أخزنه مدة طويلة. أما الظروف اللي قصير الأجل فهذه بكون عندي مرونة فيها، لأنه كلها يوم أو يومين ممكن تكون زي حكينا في الأول. توضح الجداول هذا الحين، حنفرجيكم الجداول ظروف التخزين قصير الأجل وطويل الأجل لبعض المواد الغذائية المختارة مثل الخضروات والفواكه واللحوم. وأنا بحكي لك يجب التنويه أن ظروف التخزين المذكورة في تلك الجداول هي جهد تجارب، يعني هذا ما جاتش من فراغ. الجداول في ناس جربوا وبلغوا ونشروا هذه تجاربهم، فراحوا فالحين عشان هيك حددها الموقع هذا المرجع هذا للتبريد والتجميد، محطوطة في كتاب هاندبوك تم تأليفه 1994 زي استندارات لأي تجميد أو أي تبريد أو أي حاجات أخرى، ويجب الأخذ بها بصورة دقيقة عند أي تطبيق. يعني عند أي تطبيق بدي أخذ بالمراجع أو الجداول هذه في عين الاعتبار. وتعتبر درجة الحرارة والرطوبة النسبية من أهم خواص التخزين بالذات لتلك المواد الغذائية. هاي الجداول عندنا زي ما انتم شايفين، هاي في الجدول الأول اللي هو ظروف التخزين للخضروات، والجدول الثاني ظروف التخزين للفواكه. ماشي، الحين ايش الخضروات؟ عندي فاصوليا من درجة حرارة الحفظ من 7 لـ 10، الرطوبة النسبية لازم تكون عندي 95%، درجة التجمد للفاصوليا -7/10، هذه يعني مش -1، أعلى من أقل من يعني أقرب للصفر، يعني -7/10 لسه ما وصلتش تصير -1. وزمن الحفظ من 7 لـ 10 أيام. وعندنا الجزر أي معطيك درجة حرارة عند الصفر ومن 98% الرطوبة النسبية ودرجة التجمد من -1.4 من 4 إلى 6 أسابيع. عندك البطاطس اللي هي البطاطا العادية، احنا بنقول عنها بطاطس، هم بيقولوا بطاطس، احنا هي البطاطا. عندي درجة حرارة الحفظ 7 درجات ودرجة الرطوبة النسبية من 95 لـ 90 -7/10 درجة التجمد. إذا هذا حفظ قصير الأجل، لأنه ليش بحتفظ عند درجة حرارة أعلى من درجة حرارة التجمد، درجة التجمد -7/10 وعندنا لازم أحفظها عند 7، هاي الرطوبة النسبية 95، 90 لـ 95. أنا معطيني فراغ إنه بتكون إيش الفترة مفتوحة. البطاطس الحلوة، البطاطا الحلوة من 13 لـ 16 درجة الحرارة وناقص 1.3 من 4 إلى 6 أشهر، هذه بقدر أحتفظ فيها من 4 إلى 6 أشهر، هذه بكون طويل الأجل. أو هو هذه بحتفظ فيها من 4 لـ 6 شهور، مدة طويلة بتقدر تصبر قلنا حسب المنتج. السبانخ درجة الحرارة عند 0 وعندي درجة تجمد للسبانخ -3/10
من 1 ل 2 أسبوع. الطماطم بحتفظ فيها من 5 إلى 7 و 3 إلى 7 أيام، ودرجة تجمد الطماطم ناقص نص، وزي ما قلنا هذا قصير الأجل تخزين. نيجي على الفواكه، عند التفاح بقدر أحتفظه من ناقص 1 لعند 4، بس ما يزيدش عن 4، والرطوبة النسبية. إذا درجة حرارة الحفظ والرطوبة النسبية أهم شيء، وهنا بعطيك درجة التجمد لناقص 1.1، وقديش بقدر أحتفظ فيه من 3 إلى 8 أشهر. عند المشمش بحتفظ فيه عن 0. وهنا جميع الفواكه اللي بتخطر على بالك موجودة، هان هاي الخوخ وهاي البرقوق، كل واحد درجة حرارة الحفظ ودرجة الرطوبة النسبية تقريبا من 90 ل 95%، ودرجة تجمد ناقص 8 من 10، يعني مش 0، أقل من 0 بيتجمد. هان الرمان بيتجمد عن ناقص 3، ولازم أحتفظ إيش 0، ودرجة الرطوبة النسبية له 90، ومن 4 لا من شهر من 2 لـ4 شهور. نيجي على الجدول الثالث عندي، هذا الجدول ظروف تخزين للحوم والأسماك، يعني بحكينا على ظروف تخزين اللحوم والأسماك. عند المنتج بقر طازج من 0 لـ1 درجة، والرطوبة النسبية له 88 لـ92، ودرجة تجمد البقر عند 2.7، وزمن الإيش الحفاظ 1 إلى 6 أسبوع. وبقر أو كبدة عند 0، درجة تجمد 1 ناقص 1.7، 5 أيام. عندك هاي السمك من ناقص 1 لـ1، درجة تجمد السمك ناقص 2.2، من 5 لـ14 أيام. هذا اللي في الأيام بكون إيش قصير الأجل، لأنه أنا بحضر درجة حرارة الحفظ بتكون أعلى من درجة حرارة التجمد، هذا الشرط قصير الأجل. طيب هاي عندنا كل شيء، الضان المجمد، هذا الضان طازة 0، درجات حرارة التجمد ناقص 2.2، وعندي الضان مجمد، هذا كتير مجمد، هم من 8 لـ12 أشهر، هذا إيش طويل الأجل. وعندي دواجن طازجة من ناقص 2 لـ0، وعندي درجة التجمد ناقص 2.8، 1 أسبوع. هانا من ناقص 2 لـ0 أعلى من إيش من ناقص 2.8، عشان هيك بسموه قصير تخزين قصير الأجل. عندنا زنهم شغلتين، درجة حرارة التخزين والرطوبة النسبية وحركة الهواء. بيحكي إنه يتضح من الجداول ظروف التخزين المشار إليه على أن درجة الحرارة المثلى لتخزين معظم المنتجات الحية تكون أعلى بقدر بسيط من درجة حرارة التجمد. وشوفنا هذا الكلام، يعني هاي بنشوفه عندنا من 0 أعلى من الناقص 2.7، أعلى بسيط، وهنا عندنا ناقص 1 أعلى من درجة تجمد ناقص 2.2. فهو بقول إنه إيش تكون أعلى، اللي هي التخزين معظم المنتجات الحية تكون أعلى بقدر بسيط من درجات حرارة تجمد تلك المنتجات. طيب إيش يعني الحية؟ قلنا الخضروات والفواكه، هذا الجدول للحوم. والمنتجات الميتة البقر واللحوم بشكل عام، والأسماك والدواجن، لكن الحية اللي هي خضروات وفواكه. وتأثر نوعية المنتج ومدة التخزين إذا تم تخزينه عند درجة حرارة نمو صبيحة. تتعرض بعض أنواع الخضروات في الفواكه لما يسمى بأمراض التخزين الباردة، وتصاب الحمضيات مثلا بتآكل القشرة إذا خزنت عند درجة حرارة أعلى من درجة الحرارة المطلوبة. يعني كل إشي بالنسبة لظروف كل إشي بدنا نمشي على الجدول، نخزنه حسب الجدول اللي معطيني إياه عشان أضمن إنه ما يتغيرش حالها. زي ما هنا بحكي لك إيش بالنسبة للحمضيات،
تتآكل القشرة إذا خزنت عند درجات حرارة أعلى من درجة الحرارة المطلوبة، أو تصاب بتسمر القشرة بصير لونها أسمر. عشان هيك في أحيان ببيعوا البرتقال والحمضيات ببيعوها عندنا بجيبوها من إسرائيل بكون لونها على سمار، بكون هذه ظروف التخزين ما كانت سليمة عند التخزين، يعني بكونوا مخزنينها، لازم أخزنها مثلا عند درجة واحدة خزنوها عند درجتين أو ثلاثة. لأن هيك لازم ألتزم بالجداول اللي كانت موجودة معي عشان أضمن إنه إيش يكون التخزين بصورة صحيحة. الرطوبة النسبية وحركة الهواء بيحكي يتطلب حفظ الأغذية غير المغلفة مراقبة الرطوبة وحركة الهواء، لأنها مش مغلفة. أنتوا عارفين اللحمة مثلا بتكونش مغلفة، فلازم أراقب الرطوبة وحركة الهواء داخل غرفة التخزين بجانب درجة حرارة التخزين. زي ما أنا قلنا الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة هن المهم، ومن أهم الأسباب اللي تؤدي لتلف المواد الغذائية كاللحوم والدواجن والأسماك والفواكه والخضروات هو فقدان الرطوبة أثناء التخزين. فلازم تكون عندي رطوبة عالية شوية أو في رطوبة عساس إيش حتى ما تصابش بتلف، لأنه إذا فقدت الرطوبة أثناء التخزين هذه المواد بما يسمى جفاف السطح، تحسوا إنه فيه بصير جفاف على السطح في اللحمة، أو الإشي بكون لونها تغير عن اللون الجوة، لأنه بتكون فقدت الرطوبة من السطح. وتفقد الخضروات والفواكه جزءا كبيرا من وزنها وقيمتها الغذائية إذا ما تعرضت لهذه العملية اللي هي فقدان الرطوبة. فعشان هيك أنا لازم أنا أحطها عند رطوبة المطلوبة لكل نوع، أنا عندي من 90 لـ95 الرطوبة النسبية لازم تكون، في حين أن الجفاف السطح في اللحوم والدواجن يتسبب في تغيير اللون والانكماش، كما تزيد هذه العملية من الأكسدة داخل المادة الغذائية ممكن يؤدي إلى تلفها بسرعة. كما تحدث عملية جفاف السطح كلما كان ضغط البخار في المنتج أكبر من ضغط البخار في هواء التبريد المحيط. فركزوا هذه الجملة، ممكن تجيكم كاختيار من متعدد. إذا تحدث عملية جفاف السطح كلما كان ضغط البخار في المنتج أكبر من ضغط البخار في الهواء التبريد المحيط، يعني ضغط البخار في المنتج داخل المنتج أكبر من ضغط البخار إيش في هواء التبريد المحيط، وهذا بسموها بصير عملية جفاف للسطح. ليش؟ لأنه بتجمع ضغط البخار في المركز، فبصير في مركز الجسم أو المنتج، فبصير أكبر من إيش من ضغط البخار في هواء التبريد، ويتناسب معدل فقدان الرطوبة من المنتج مع الفرق في ضغط البخار بين المنتج والهواء، كما أن الفرق في ضغط البخار بين المنتج والهواء يتناسب مع الرطوبة النسبية وسرعة الهواء داخل غرف التخزين. عشان هيك أنا عشان أضمن المنتج يخزن بطريقة سليمة لازم ألتزم بالجداول، لأنه هذه الجداول نتائج تجارب محققة ومجمعوها وحطوها في كتاب اللي حكينا لكم عنه قبل شوية. نكتفي بهذا القدر لأنه قربنا على 40 دقيقة، وعدم مش مسموح لنا أكثر من 40 دقيقة، وإن شاء الله حنكمل في اللقاء الجاي. أترككم على خير، وشكرا لكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.